أحمد، نعم زميلي عمر، صباح الخير عليك، صباح السعادة والمودة والسلام على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. يعني لا يخفى على الجميع أنه إحنا بداخل العاصمة، بس المنظر اللي يشوفونه من علوة جميلة. العلوة الجميلة المعروفة أعتقد أنه من الشمال للجنوب يعرفون علوة جميلة شنو، وعلوة جميلة شنو اللي تقدمه من خدمة للناس. لكن من توصل لها وتشوفها تقول معقولة هاي علوة جميلة؟ هذه بعتها ما ماطرة. شوف الباب المدخل. طبعا للعلم قبل فترة التقيت أو دخلت أحد العلوات المخضر اللي موجودة عندنا ببغداد بالشعلة. إيجار المحل ب 11 مليون السنوي، ومن تدخل وتشوف المعاناة تسكت. انطيني صورة عن الأرضية. احنا محلات الملابس ومحلات اللي الكشخة، حتى المحلات تصير تخبل ونظيفة، لكن من ترجع للمواد الغذائية اللي عندنا تلقى المحلات تعبانة، ومحلات كلها تراب، ومحلات اللي بيها طين. وهذا تشوفون واقع من واحدة من علوات المهمة بالعاصمة. زميلي منتصر، عليك ابو محمد والعترة، عليك هذه اللقطات مباشرة الأرضية، الإخوان العمال اللي موجودين اللي يشتغلون، أبو الكية اللي دا يشوفونه، الحجي الكبير بالعمر دا يشوفونه. ما ادري يعني وكانه مو بعاصمه، ما اعرف يعني بصراحه، ما حد واصلهم، ما حد شايفهم التقي بيهم. هذا الحجي اللي تشوفه، خلنا نتمشى لهم شباب، خلنا نتمشى للشباب. طلع قدامي منتصر، وزير بالك. لقطات مباشره مدينه الصدر، تحديدا علوة جميله. ذكرت انه اكبر السيارات اللي تنام في الطين هذا. هذا الناس اللي تريد تشتغل يعني. دير بالك اخوي. السلام عليكم. الله يساعدهم. خلينا نسولف هنا ويا جماعه. السلام عليكم. شلونك حبيب؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم. شلونك سيد؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شو اخبارك عمي؟ نعمه، مرتاح مستوره والحمد لله. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يحفظك. علوه جميله معروفه، العراقيين كلهم سامعين بها، واذا ما سامع بها شايفها بالتلفزيون. اي صحيح. ويشوفها بهذا المنظر وبعدها ما مطرت الدنيا. مولاي احنا مظلومين، الله وكيلك. صحيح. لانه علوه ياخذون بها ملايين، وشوف الوضع مالتكم غالية 40 مليون كل سنة. المحل الواحد وشنو اللي مقدمينه هم انه وضربت مهنة وضربت دخل. ما قعدتوا وياهم سولفتوا والأمانة كل شيء ما يفيد. 40 مليون على المحل الواحد؟ اي كل شيء ما يفيد. انه دولة تعبانة. ما نقول احنا لو باقي على الحكم ذاك، بس لو نحو الافضل عبان نصير ما يعني شغله تعبانه الله وكيلك، وما حد واقع بيها بس الفقير، لانه عندنا بالعراق زنقيلنا زنقيل وفقيرنا فقير. ماكو واحد وسط؟ لا ماكو. كلش بالضبط، لو صاعد لو نازل. هاي تشوف الوضع شلون. ربي يستركم. يا محمد والي محمد، الله يحفظكم اغاني. الله يساعدك اخوي. شلونك حبيبي؟ جواك الله. الله يحفظك يا ما تعبان ان شاء الله. الله يوديك يا ابي. شلون الشغل؟ الله يسلمك يا غاتب. زين؟ والله الحمد لله. شلون اليوميات هنا؟ والله ما ادري، الوضعيات تعبانه. اليوميات هي والله ما تفي. عجب. والله ما جميله هذا الاسم. اي والله ماكو شغل من هاي المظاهرات والاوضاع التعبانه. اي والحكومه هاي اليوم اللي صارت فاشله. ما بيها كل فايده. لا تطل فقير، لا هادي، نايمين بالشارع، كل شيء ماكو.
مسطيات نفتح على الشارع يوميا يطلع لنا 10,000 15,000، هم حاربيننا ما يخلونا نفتح ورا 12، واللي الفقير ما حد ميت عليه. اي ولا حد يشوفه ولا حد ينتبه عليه. ما حد يريده. الوضعيه تعبانه. انت هنا عماله بقال لا والله بقال. اي شلون وضع البقاله يعني عنده موجود؟ مو زينه. اي والله. ما يجون منا ياخذونا منا هوايانا ياخذونا سيارنا ياخذونا وضعيه تعبانه. الفلاح موجود هسه هنا وياكم؟ داخل العلوة؟ موجود فلاليح هواي. موجودين؟ اي. عندهم ينزل هنا مخضر؟ والله مخضر فلس ونص. لا والله. والله. ما يفيد. تحياتي لك حبيبي. رحم الله والديك يا غالي. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ شلونكم؟ الله يخليك. مرحبا. شلونك زين؟ الله يحفظك. زيارته مفاجئة لكم. اهلا وسهلا بك. حياك الله يا طيب. الله يخليك. انا سمعت 40 مليون، انا بالبدايه قلت 11 مليون، حالكم حال الناس، بس طلعتم معلقين انتم يعني 40 مليون للايجار المحلات. لا لا لا. اي طبعا هي ويا الضرائب والله توصل يعني اكو مكاتب بال 40 مثل ما قلت. اي. واكو لها عشرينات 25. وها طبعا. وانت شوف حركه العلو هسه. ماكو بيها فارغه مو؟ حتى بقال ماكو. وطبعا هاي معاناتنا طرحناها المسؤولين مسؤولية أمانة بغداد من أمين بغداد أمينة بغداد المدير عام العقارات يعني معاملات مستمرة ومراجعات مستمرة ولكن ماكو أي حل لحد الآن آخر مرة يمكن قبل أسبوع أو 10 أيام قابلنا السيدة مديرة عقارات الأمانة وعدتنا يعني بحل المسألة زيادة بالإيجارات المستمرة يقول لك يابا احنا عندنا قانون بالدولة حسب الوضع الاقتصادي لازم زيادة كل سنة زين هسه احنا وضعنا الاقتصادي زين انت برأيك هم ما يشوفون ما يجون لهنا لا ما يعرفون هم عندهم قانون يقول لك احنا قانوننا بالزيادة عينه على راسي بس اشوف واقع الحال شلونه حتى ضربت لهم مثل يعني قلت لها قبل بزمن النظام السابق من كانت دهورة العملة أذكر صار هم المكاتب سعدت ب 20 هذا بعدين من صار النزول تتذكر هم خلوا لجنه المكتب مثلا اذا ب 20 سووه ب 5 ملايين بدون ما نراجع قانون وقف وياه اي طبعا بدون ما نراجع وبدون هذا هم شكلوا لجنه وجتي شافت الوضع ووضع البلد بصوره عامه ونزلوا الايجاد هسه يعني 6 أشهر مستمر الراجعان وهذا الاخ هناك باضي مستمرة 6 أشهر وتالي متالي بشخطة قلم الوكيل يرفضها. زين انتم يعني رحتوا له قابلتوه سولفتوا وياه نعم. بكتب رسمية طبعا كتب رسمية موجودة المعاملة كاملة عندكم. زين نعم ما قلتوا له يابا اريدكم لجنة تجي تشوف الوضع بالعلوة حتى انتم تقررون؟ دخلين احكيلك والله العظيم فلا اكو مسؤول من مدير عام فما فوق اجل على وجه ميله او اي عقار من عقارات الامانه ابدا يعني هاي بس خلي اخدمك هاي العلوة من صار بها تفجير تذكره تفجيرها الضخم الاجرامي ثق بالله شفل واحد ما دزوا كله على حسابنا صلح وهاي المكاتب كلها متضرره شو اذا تشوفها كلها صلحت على حساب المؤجرين عرفت؟ اي نعم والله العظيم شفل واحد ما دزوا السياره مال انقاذ ما شالوا منها زين وهاي مكاتب وناس صاحت يعني اي عرفنا ضريبتين بالنسبه للضرب ضريبتين ضريبه دخل وضريبه ثمن يعني ما صار بكل دوله بكل العالم اكو ضريبتين واحد ياخذون عليه صح ولا ابو حيدر؟ وصولات رسميه غير اي وصولات رسميه عندكم وصولات والله خلينا نشوف يعني هاي لا ضريبه الدخل هاي ثابته تعرفها انت كل مواطن يدفعها اما بها مشكله لكن عندهم ضريبه مهنه هم للامانه ثانيه 10% من قيمة الإيجار. رحمة الله طبعا لا يقصون منكم؟ اي نعم يقصون مال تنظيف أجور تنظيف. ايش قد يقصون؟ والله يعني حسب 700 800 كل مكتب بالسنة. اي نعم. الله يساعدك. الله يخليك. الاسم بالخير معك. علي الوايدي. حياك الله. السلام عليكم. شلونك محمد؟ شلونك محمد؟ شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ راجعنا الأمانة عدة مرات. وقلنا لهم اكو بالبلد يسموه اقتصاد والاقتصاد اللي موجود بالبلد اكو بيه عجز واكو بيه انكماش وانا حكيت ويا مديره العقار
قلت لها تعال سووا لجنة تقييم، شوفوا العمل اللي موجود بداخل علوة الجميلة، بيعجز لو ما بيعجز خلوا لكم إنسان مهني بموضوع التقدير حتى يقيس ضمن أسواق بغداد أو أسواق العراق اللي موجود بها عجز اقتصادي. يا بتعالوا راجعوا، ليش بعدين يصير المستأجرين عملية النكول تصير موجودة عندهم؟ فأنتوا عالجوا هذا الموضوع قبل التقدير حتى العالم تلتزم بدفع الإيجار. أنتم هسه لحد الآن ملتزمين؟ احنا ماكو واحد ناكل موجود بجميلة، كليتنا ملتزمين ضمن ضوابط القانون. بعدين كان اكو قانون 32 غيروه سووا قانون 21 لخدمة الدولة والمو لخدمة المواطن، واللي سووه ناس مو مهنيين. دائما احنا نأكد على كلمة مهني، احنا نريد الانسان المهني الاقتصادي اللي موجود حتى يقدر قيمة المكتب ويعرف وضع البلد. وضع البلد هسه الان في احراج، دور المظاهرات اثرت على الحركة العمالية اللي او الحركة التجارية اللي موجودة بالبلد. فاحنا اللي نريد من امانة بغداد من سد ذكرى قابلناها حوالي لو 3 مرات لو 4، يعني كلامها ما منفذ بدائرة العقار ولا تقدر هذا الموضوع ولا مدير عقار يدير الهبال، يعني كأنما فتشي لا شيء أمينة بغداد. مثل ما أقول لك دائرة العقاري دائرة حوت اللي يدخل بها يضيع. اي نعم احنا راجعنا 6-7 مرات. ابو محمد خليك وياي، خلينا نتجول داخل العلوة حتى نلطي صورة عامة. الله يساعدك عمي. تتعب ابو محمد وياي، خلينا نتجول. احنا موجودة هاي حركة اقتصادية جامدة، 6 باوع هاي العلوة، باوع 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 هاي كلها، هاي كلها منتوج عراقي. هسه هذا عراقي؟ كله عراقي هذا. خوش نعمة. ايه عراقي وبقوانية باقي. يا بح حركة ميتة بالسوق. حركة ميتة يا أخي، ومع ذلك الزيادات بالطراد يقول لك احنا اكو تقدم اقتصادي بالبلد، هذا كلامهم اكو تقدم. خلينا نتمشى استاذ علي وياي والله نشوف الواقع اللي موجود حتى نصير على بينه، وحتى اللي يشوفنا هم يقول يابا تجولوا وين الناس وعرفوا المصلحة شنو وضعها. شوف الحركة اكو هاي كم بقاض، هاي كانت العلوة قبل بالدعش بالليل، هسه اكو علاوي غير رسميا فتحت. اها جبتها على غير رسميه. غير رسميه هاي مو تاثر عليكم؟ طبعا تاثر على شغلكم طبعا. ذاك بدون ايجار، بدون ايجار يشتغل ذاك. اي نعم نعم. لازم يلزمون السيطرات، ماكو فلوس يلا تعبر، كل سياره مليونين يلا، ما صايره هاي عم جبناها من اول زمان الى اخر زمان. ماكو هيك حكي. يعني شغلات قمرك ياخذون اكو قمرك، هي شنو هي؟ طماطم لو خيار لو بوتيتا. هذا قصدك المستورد؟ المستورد اللي يجينا من هناك ياخذون من عندنا، ياخذون داخل العاصمه بغداد لو اطراف بالخارج. بالخارج اي يعني هاي بهالحاله راح يرفع السعر. اذا انت جايتك سياره بها 10 طن 12 طن ياخذون مليونين قمرك، زين هاي السعر هنا يصعد لو ما يصعد؟ يصعد. التاجر مو خسران هنا، يصعد على المواطن، هو المواطن المبتدئ. زائدا هذا بس خم خساره الله وكيلك، يعني قاعد من خسرون. لان اذا ظل البضاعه يمك ظلت انت تخسر هالشكل. الحدود العراقيه مفتوحه، الحدود العراقيه مفتوحه، الايراني يجي، الاردني يجي، كل شيء يجي، واحنا زراعتنا ماكو، ومن نطلب زراعتنا المفروض غير يسدون الزراعه الايرانيه وغير الايرانيه. اي لا هسه هي الزراعه كلها مفتوحه، هسه غير المفروض يعني وزاره الزراعه تقدم يعني الفلاح تعينه مثلا، ماكو كل هاي الامور ماكو والله العظيم. على مود يستفادون لا اكثر ولا اقل. اي يعني ما يمنعوها يستفادون يردون. هسه اي سلعه موجوده ماكو هنا مستورده ايرانيه خاصه، انا اشيك على الايراني لان اغلب استرداداتنا ايرانيه. يعني ما تتجاوز سعرها 200 دينار توصل هنا ب 500 ب 600. اي نعم 4 مرات اضعاف. اي نعم. وحتى مرات القمرق 100% قمرق رسمي والله 100% ياخذ مخضرك وقمرك ماكو هيك. هسه وضع الفلاح العراقي شنو موضوعه؟ تعبان. وضع الفلاح تعبان ما يقدر ينافس. والله هاي السلع العراقيه خلي ياخذ كاميرا ذيك منتصر شوف لي من البصل الاخضر وهذا اي هذا البوتيتا وال هسه موسم الطماطم مال البصره. ايش قد خساير عليها نايلون وبذورات وهذا وفاتحين مستورد. صحيح. هذا شلون راح يعني وزاره الزراعه يعني انا اوجه نداء لوزاره الزراعه انطيني كاميرا، لانه اول البارحه خابرتهم قلت لهم اريد اتواجد انا وياكم بداخل احد العلوات اللي موجوده ببغداد.
واحد يذبنا على الثاني، وكأنه أنا أريد منهم فتشية يعني. تعالوا شوفوا العالم، شوفوا وضع الفلاح هنا، الفلاح موجود ما موجود، البضاعة شلون تجي تطب للعلوة، العلوة ايش قد تنطي، إيجارهم ايش قد، هاي صغيرة. وزارة الزراعة عندها ايش قد؟ عندها 40 مدير عام، وهي كيلو بصل ما زارعة. كيلو بصل ما زارعة ما قد من الفلاح شيء، وهي عندها 40 مدير عام، مدير عام قد راتبه أقل شيء 5 ملايين 6 ملايين، صحيح لو غلطان أني. وكيلو بصل ما زارعه، شنو يعني شنو فائده هاي المدير العام؟ كلها احزاب وحصص ومحاصص وفضل مشكله يعني، هي بعد علي من واحد يحكم تعب روحه. والحسين اي هاي هاي منو عد؟ شلونك حبيبي؟ ها حبيبي شلونك؟ هاي وجه قعبان هاي حيوه هاي تول ماكو هاك ماكو هاي عباله كذا عباله تدفع بالعربون اي والله هاي والله صار لك هنا بالعلوه هاي سنتين سنتين اي والله قبل السنتين وين كنت تشتغل؟ ها واحد نمتين اي والله الله يساعدك اي اخويا ايجي فلوس زين هنا؟ ماجي ماجي هنا لا والله لا يا حاكم اي الله يكون معونك الله يكون معونك يا عزيز حبيبي عندك راتب رعايه؟ لا والله ما حافي ما عندك راتب؟ ما عندي والله اربع مرات حياك الله عمي حياك الله اربع مرات ما تطول اربع مرات مقدم؟ اي والله اي خماطة حكومة خماطة اي والله الله يساعدك اي 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 هاي ما تود ماكو كتيم كتيم انا ما عندي ابقى هنا هسه اكمل برنامجي واكون وياك اه عيل السلام عليكم شلونك حبيب؟ قواكم الله الله يستر عافيتك الله يحفظك ان شاء الله نعم بخير حياك الله يطيب يلا حبيبي داخل العلوة سولفنا على وضع الفلاح، وضع الفلاح يقولون تعبان. تروح للوزاره تقول دعمنا وطينا الفلاح وخلينا الفلاح يعلق. الفلاح ترجع لي تلقى الواقع تعبان مال. شوف انا اشتغل بالحدود. احمل مخضر من ايران. هسه البوتيتا مانعينها الايرانيه. بس قاعد الطب. يحملونها جوا والبصل ما ممنوع يخلونه فوق ويطلع. يعني الزرع قاعد يطلب المستورد. هيك غشمه مثل ما اقول لك والله غيران هذه من هسه من تجي هاي البوتيتا هسه بوتيتا ايرانيه شوف شوف هذه قبرك خلي يصوره ويشوف هاي قوان الصفر هاي ايرانيه ممنوعه توصل وين؟ توصل القناه على الشعب يم السيطره تنمنع بس يطببونها بفليسات وميلات يطون يطببون الزرع بالحاله شنو الفلاح العراقي راح ينضر يعني هاي بديتها من الطب بكثره تنباع مثلا بيش ابو مصطفى خلينا نتمشى نتحرك من مكاننا اتحرك قدامنا منتصر زين ايه مثلا البوتيتا بيش توصل راح توصل هنا من الطب بكثره العراقيه توقف هاي العراقيه هسه يبيع العراقيه اقل شيء ب 300 350 ب 400 زين زراعها حواها الفلاح راح ينضر طبعا يعني ليش ما يبيع هو ينظر؟ كل احوالهم اي واقفه شوف ما قاعد تمشي الايرانيه بيش الايرانيه بربع ب 300 هم رخيصه بس يتعم زين نعم يعني وزاره الزراعه اجت لهنا فد يوم الوضع هنا ما تهدي شو تسوي؟ على الاقل انه تشوف وضع الناس وفلاح يعني نحاسب نفسنا هم الموظفين منين؟ ها؟ احنا بدينا احنا تعلمنا على الرشاوي لا دوائر لا مراكز لا هي تعلمت الناس على الرشاوي لو انا غلطان احنا ما نقول كل الكل هو مو كل زين مو كل على الاقل الواحد يغير شوي يغير اكو تغيير يصير في الموضوع لو ما يصير وداعدك حتى تروح لجنة يطون مميلات ويمشوا كل شيء بيسوي بالله العظيم يعني مأيسين هسه زرع العراق المفروض هاي كلها مستورد كلها يوقف زرع العراق دعمه شلون ادعمه؟ بهاي ادعمه من ما طبب هاي الايراني؟ المستورد من ما طبوه اوتوماتيك العراق ينسحب خليه يستفاد خليه يبيع بلف خليه يبيع بلف ونص على مود يزرع وانا على العلم انا شغل مستورد بس انا مو كيف النفس واضر الفلاح المواطن مالنا لا لا والله الفلاح منو هسه موجود من الفلاح الاخ فلاح ها اريد فلاح هسه موجود حتى تسولف وياه ها الوزاره مسويته يعني الفلاح هو حاصده عنده ومطيته الامور ومطيته سلف مات عنده قيعان ما سامره اندمرت صار صبخه قيعان مال موصل اندمرت ها انا بالموصل رحت حملت هاي وصلها اذا وصلها حملت براد بوتيته
طلعت كظتني السيطرة، أنا واحد من الناس كظتني السيطرة، قالت لك 500,000 اعطيني. قلت له ما ليش 500؟ قال عمولة. قلت له أنا من الفلاح ماخذ من القاع العلوة، تأجر علوة من طين أعطي عمولة. أعطي وين؟ لو بالعلوة. ها؟ بس أنا مو من العلوة مشتري، من الفلاح من الأرض. أنت تاخذ منه أبو السيطرة، قال ارجع تقطع عمولة تمشي. قلت له أنت الفلاح ليش هيك؟ ليش تسكت؟ قال عم اسكت بس احكي. طلعون علي 200,000 صحيح. هاي نوصل مو وهنا جماعتنا بعد شو اقول لك؟ يعني زرع ما يمشي ما يمشي، يعني هسه الله وكيل ما يمشي. ها وكو بحثنا عندك، احنا هسه مجري من الدوله 30 مليون. الوادم قاعد تجيب تروح للحدود تتسوق تبيع على الشوارع. الكيس ب 8,000 ب 10,000. ايه هذا بدون ايجار، وانا اعطي الايجار 26 مليون، هسه سووا علي ب 30 مليون. والله واقفين شغل ماكو. علوه واقفه اللي بيبيع الشارع عزت منها. سولف يقول 30 مليون هذا غير محل ماخذ، غير محل ومواصفات، ما تخلينا نشوف المحلات. هذا المحل تعالوا يا مصطفى، تعالوا يا منتصر حتى الناس يشوفوا المحل اللي ب 30 مليون. السلام عليكم. 30 مليون وب 40 مليون وب 25 مليون مأجرين. طبعا هاي الفلوس كلها تروح للامانه مو للدوله تروح. هذا منا هذاك الغرفه مال كتبه، منا هاي القاع. يعني انت هاي اللي تمجرها بس. هاي مأجر هاي ب 30 مليون. وبالشارع ببلاش يجيب اللور يبيع الكيس ب 8,000 ب 7,000 واحنا حاطين ايدينا ماكو رقابه. زين انت بتريد مني زياده الايجار غير اطلع؟ لازم لو بقول للمواطن ولو نقعد لنا الله. زين تعارك دوله، تعارك لك واحد بالامانه، ايش يسوي؟ ايش يسوي؟ مشتكى لله، نقول حسبي الله ونعم الوكيل. عددكم هوايه، انتم قعدتوا وقعدتوا الامانه هسه اللي سمعته من الجماعه. ايه قعدتوا الامانه، والامانه يعني معقوله ما اتخذت اي اجراء لحد الان؟ والله ما اجراء. نموكم كم واحد نمينا انا بيهم 20 30 راحوا لمال بغداد بس ما سووا لهم حل. كل حل ما سووا، كل حل ما سووا. هسه من توقفه اذا بحثنا اخر عن شلون بعد المازال ياخذون لهم شهر شهرين ثلاثه، بس العالم ما حد يقول ما حد يجي. احنا ما حد نقول ما حد يجي، نعطينا 30 مليون منين نعطيه؟ صعب 30 مليون رقم مو هين. انت بطلوا هاي اللي على الشوارع تبيع اللي على الرصف كلها تبيع على الشوارع قاعد تسوي. ياخذ الله منها الحمل دوري كامل يبيع بالشارع. هاي العلاوه اللي موجوده هسه مو رسميه، اكو هواي مو رسميه. لا من اشتكيتوا؟ من اشتكيتوا عليها اكو صار اجراء بيهم؟ لو ما له ما يجرى هذولاك على الشارع. والله ياخذها منا لحد ما توصل للحسينيه على الشوارع تبيع. يعني ماكو؟ لا لا ماكو اجراء. تحياتي وسلام لك. انا بخدمتك حبيبي. خادم خويا الرحمه. الله يحفظك ويسلمك. انطيني لقطات عامه منتصر. هذه لقطات مباشره. احنا الهدف ونداء مره ثانيه لوزاره الزراعه. اتمنى انه ترافقونا في احدى الحلقات او حتى الوزارات الخدميه او الوزارات اللي تمس حياه المواطن بشكل مباشر. نتمنى انه نتواصل وتكونون ويانا ميدانيا مثل وزاره الزراعه. وهذا المخضر اللي موجود، الفلاح يبكي والرجال العامل يبكي واللي مأجر يبكي وابو العلوه يبكي. زين يعني شلون ذولا نقنعهم؟ شلون نخليهم مستمرين بالشغل بالوضع هذا؟ المستورد موجود، المستورد ممنوع بس هو موجود داخل علوه. فهذه اللقطات المباشره، نتمنى انه توصل الرساله وتشوفون حال العالم موجودين بهذه المنطقه. هذا المستورد قدامكم، المستورد هذا ايراني مو هذا ايراني؟ تركي؟ برتقال تركي. شلونك حبيبي؟ هو هذا بلد الزراعه. شلون قلبك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. حياك الله يا طيب. الله حيلك يا حبيبي. شلون صحتك؟ الله يحفظك. شلون الوضع اليوم السوق؟ والله اللي ورا كله اللي ورا. لا والله. والله العظيم. يعني البارحه احسن من اليوم؟ اوه يوميا قمنا العام احسن من السنه. الله يكون معك. الله يحفظك يا حبيبي. تركي قلت لي مو؟ اي تركي. العراقي وين؟ ماكو عراق. لا والله. والله العظيم. ماكو من الفلاح ماكو لو انتم ما لا لا هو ماكو فلاح. ماكو دعم للفلاح ليش؟ والله العظيم فلاح يعني شهر مثلا شهر زين اذا طول وياك شهر. مو
شغله الشهر. اولا اهتمام ووضع من الوزاره، والفلاح ما يزرع هيك اذا ما يشوف انه محصوله راح ينزل بقوه بالسوق. بس ما يفيد هو هذا كله، ما يفيد مال المحصول العراقي غير ما يفيد. والله العظيم شلون مش هسه مثل هذا يمشيك هذا برتقال يبدي ياكل من التاسع ينتهي بشهر الخامس. انت هذا ما تاكل عراقي شهر ما يطول عندك زين. اي ماك والله ياخذ اسبوعين وانتهى بعد. والعراقي اغلى لو ارخص؟ لا ارخص، ارخص من هذا بيش كيلو؟ هذا حاليا ب 500 دينار. 500 دينار. اكو هسه عراقي موجود عندنا بالعلوه لو ماكو؟ موجود بالفواكه. يعني موجود بس؟ موجود. نعم. موجود. ايش قد سعره؟ تقريبا 300 كيلو. العراقي مو قطع برتقال؟ 700 650. لا 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 العراقي. نعم. يعني اغلى من هذا؟ اغلى من هذا وايد. والله بس الاخ يقول هنا ما يمشيك شهر، يعني شهر ما يطول. اي ينتهي ينذب. ينتهي ينذب. زين. مو ينذب يعني يقل، هو موسم ما له يقل. اول موسم ينتهي بعد. يعني ما يكفي المواطن العراقي قليل. هسه الناس اللي تدعم المنتوج المحلي ووقفت هسه خوش وقفه ويا المنتوج المحلي. يعني السوق ظل ما يلحق على المنتوج المحلي؟ المنتوج المحلي ما يكفي للشعب قليل يعني. والله يعني هسه بنجال لان قطع سبب 2000 دينار عراقي. ليش هي الطماطه هسه الطماطه ليش هي غاليه ب 1000 ونص وب 1000 ومو زينه مو نظيفه؟ ليش؟ ايرانيه ماكو، العراقيه قليله، الفلاح ما يرحم بالشعب العراقي. يعني بس يسمع ها يعلق. والله كفايه ماكو. ماكو ماكو مراقبه عليه؟ لا ماكو مراقبه. يعني اللي اذا عجبه يصعد السعر يعجبه. كيف هو يصعد السعر؟ ماكو بديله. تضطر تشتري. اي تشتري. والله المواطن العراقي هو محدد المصرف ماله، يعني كيف بين جنب 2000، كيف بين 1000 ونص، شو اشترى بعد؟ قبل ابو حمد. قبل بكت ابو عداي يطب وين؟ على الفلاح. عرفت؟ من يطب على الفلاح ياخذ حقه، يقول له مثل ما اعطيك حقي اخذ حقك، اهم شيء المنتج، اهم شيء الزراعه. عرفت ولا؟ هسه ماكو الدوله من تروح يعطي قسم من هذا اللي شلون مثل ما يقول المشرف عليه، يقول له يابا انا اعوضك. ماكو مراقبه عليه، لو ياخذ قبل كان صدام حسين يدفن بكته وياخذ القاع من يمه ويعطيها لغيره، هسه ماكو. يعني ماكو دعم الفلاح؟ ماكو مراقبه. ماكو مراقبه حجي. هو يقول لك مي ماكو، هم كلهم اشتروا تريلات وسيارات يشتغلون. الف هلا يا طيب، تحياتي لك. نعم مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذه اللقطات المباشرة. تواجدنا وياكم وتواجدنا مع الناس ميدانيا. اللي موجود اليوم بالسوق حسب ما سولفوا اهل الاختصاص انه كله مستورد، العراقي ماكو قلة، والفلاح يلزم سعر، والفلاح تجي يقول له شنو اللي قدمت لك الوزارة، قدمت لك شنطتك، يقول كل شمال ترجع على الوزارة وبياناتها والموقع الرسمي مسوين الفلاح انه منطينا سلف ومنطينا اليات ويزرع بكيفه. هذه المشكلة، اذا ما نتواجد ميدانيا مع المختصين فهذا حكينا وهاي سوالف العالم كلها ما بيها مداخلة اهتمام. عموما تحياتي وسلاميكم، انا احمد ركاب والزميل رافقنا اليوم منتصر، نشوفكم باشر. شكرا جزيلا لك يا احمد، ونتمنى جميعا انه الصوره مثل ما وصلت انه رسالتنا توصل للجهات المعنيه ويشوفون انه شنو الامكانيه اللي يحتاجون مثل هكذا منطقه مهمه في بغداد. نلتقيكم ان شاء الله باشر ومنطقه جديده ويا احمد وفقره في الميدان. شكرا جزيلا.